أيهما أحب، صاحب المعصية أم صاحب البدعة؟ قال أحب إلي صاحب المعصية. ليه؟ لأنه يعلم أنه على خطأ. أما صاحب البدعة فهو من بدعة إلى بدعة ينافح عنها ويظن أنه على صواب. ولذلك كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول: أعظم آيات المنهج قول ربنا عز وجل في سورة الكهف: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تأتي للمبتدع يقول لك: لا، المولد هذا ثابت، ما في كلام ولا في قول أبدا، ويرصف لك، يقول لك: قال السيوطي وقال السبكي وقال فلان، ويجيب لك يرصف لك هذه الكلمات ويظن أن الذي عليه هو الصواب وأنت الزنديق المبتدع. فلذلك صاحب المعصية أحب من صاحب البدعة.